السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على الساتلايت. مبدئيا كده يا شباب، لو أنا جالي سؤال عن الساتلايت، عايزين نعرف إيه هي الساتلايت، بتحصل لها عملية الأيديا بتاعتها إزاي، الساتلايت ده بيحصل لها عملية لانشنج، وإزاي أقدر أستنتج الفيلوسيتي بتاع الساتلايت ده اللي بيتحرك بيها في المدار بتاعه. طيب مبدئيا كده، هو الساتلايت ده لما بيجي يعملوا عملية لانشنج أو بيقدر يتحرك حوالين السبيس، إزاي جات لهم الفكرة إن يكون في الساتلايت؟ أقول لك، بص يا شباب، بص يا لو انت عندك هنا مثلا، عندي حاجه زي الارث، فانا عندي الارث دي، الارث اللي موجود عندي دي هنا، بيكون موجود عندي المون. فالمون ده وظيفته ايه؟ والمون ده بيعمل ايه؟ قال لي المون ده مش المفروض ان هو بيعمل عمليه اوربيتال او بيتحرك حوالين الارث كده، بيلف حوالين الارث في مدار، ان هو بيلف او بيعمل عمليه روتيشن around the earth in the circular path. عارفين الكلام ده. طيب فاحنا جينا نفكر، قال لك ايه؟ طب ما احنا ممكن نجيب اجسام، نقدر الاجسام دي تقدر تعمل عمليه روتيشن برضو حوالين الارث دي بكونستنت فيلوسيتي، وتتحرك تحت تاثير الجرافيتيشنال فيلد بتاع مين؟ الجرافيتيشنال فيلد اوف ذا ايرث. قلنا خلاص ماشي. فجاي هنا عمليه اللونشنج للساتلايت. طب ازاي اعمل الكلام ده؟ اقول لك، تعالى بص معايا وركز في الحته دي. لو انا النهارده تخيل ان انا عندي الارث، وفوق الارث في جبل كده، يعني المسافه دي كده هي الجبل، وجبنا فوق الجبل، جبنا في الجزء بتاع البروجكتايل او المدفع اللي موجود ده، وبدانا نعمل عمليه بروجكشن ليه بفلوسيتي معينه. يعني مثلا شوف، انا قللت الفلوسيتي اهيت، فانا الاول لما انا حذفته بالفلوسيتي الصغيره دي، الجسم ده عمل ايه؟ اتحرك كده مستر في مدار صغير خالص، وبدا يلف، نزل تاني، ان هو فضل يعني خد كيرف كده بسيط خالص اهوت، وبعد كده حصل له ايه؟ بعد كده نزل تاني عمليه فول داون. طب انا لو زودت الفلوسيتي بتاع الجسم ده شويه، يعني خليت الفلوسيتي بتاعته بقت ازيد شويه، انا نشوف الكلام ده، نزود الفلوسيتي، فهنا ايه اللي بيحصل؟ الكيرف بتاعه، الكيرفيتشر بتاعه بيبدا يزيد شويه. طب نزود الفلوسيتي كمان مره، هلاقي ان كل ما بيحصل عمليه انكريز للفلوسيتي، ايه اللي بيحصل؟ الكيرف بتاع الجسم اللي بيتحرك ده برضه بيزيد معايا. طب لما ازود الفلوسيتي اكتر، نفس الموضوع معايا بيتكرر، الفلوسيتي بيتكرر، فهنا الكيرفيتشر بتاعه بيزيد، نفس الموضوع بتاعي بيزيد معايا مع الوقت. يبقى استنتج من الكلام ده وافهم الكلام ده ايه؟ بناء على الفكره اللي موجوده دي، ان هم كل ما بيحصل عمليه انكريز للفلوسيتي. تعالى بقى بص معايا هنا، لو انا عندي هنا الجزء بتاع مين؟ الجزء بتاع الارث ده، انا عندي هنا الارث اللي موجوده عندي، وجبنا هنا يا سيدي زي ما احنا قلنا من شويه، ان انا عندي المدفع اللي موجود فوق الجبل. فالجسم ده لما انا حذفته الاول بفلوسيتي، فبدا يتحرك كده وينزل ينزل ينزل، بس الارض كانت بتشده بجرافيتي، فالفلوسيتي كانت صغيره، فبدا يتحرك لحد ما ايه؟ عمل روتيت للجرافيتي. فانا لما هنا عملت انكريز للفلوسيتي المره الثانيه، فلقيته بيتحرك بفلوسيتي اكبر، فبدا برضه ياخد الكيرف كده، والارض تشده في اتجاهها، لان هي الارض بتاثر عليه بالجرافيتيشنال فورس. فبدانا نعمل انكريز للفلوسيتي تاني بتاع الجسم اللي موجود ده. فكل ما بيحصل عمليه انكريز للفلوسيتي، ايه اللي حصل؟ بدا الكيرفيتشر بتاعه، او المسافه اللي بيتحركها، او المدار، او الانحناء اللي بيتحرك فيه الساتلايت ده، يزيد لحد ما وصلت لفلوسيتي معينه. الفلوسيتي دي خلت الجسم ده يتحرك في سيركلر باس اراوند ذا ايرث. هنا في الحاله دي هنا بقى، قال لك بس خلاص، الفلوسيتي دي هنا هنسميها باسم الاوربيتال فلوسيتي. الاوربيتال فلوسيتي، ايه هي الاوربيتال فلوسيتي بقى يا نجم؟ قال لي الاوربيتال فلوسيتي دي المقصود بيها ان الجسم اللي موجود عندي ده ماله، ان الفلوسيتي بتاعت الجسم ده اللي هو الساتلايت ده، it is a velocity which makes the satellite rotate around the planet، ايا كان البلانيت اللي موجود حواليه ده ايه، وذا كونستنت فلوسيتي. طب ازاي نقدر نعمل عمليه ريدكشن للجزء بتاع الاوربيتال فلوسيتي؟ ازاي اعرف الاوربيتال فلوسيتي دي؟ قال لي بص، مش انت عندك الساتلايت ده وهو بيتحرك حوالين الارث او البلانيت، بيتاثر عليه فورس، الفورس دي بسميها باسم ايه؟ بسميها باسم سنتريبيتال فورس. طب ليه سنتريبيتال فورس؟ مش هو بيتحرك في سيركلر باس خلاص، يبقى سنتريبيتال فورس. طب ايكوال ايه؟ ايكوال الماس تايم الفي بار 2 ديفايدد الار. طيب واسمي الرول دي 1. طب تاني حاجه بالنسبه لي، مش الجسم ده انا عندي ساتلايت وعندي ايرث، طب ما دول تو ماس، في ما بينهم ايوه الجرافيتيشنال فورس، وبناء على الرول اللي احنا خدناه في الدرس الاول، الاف ايكوال جي ام ام اوفر الار بار 2. كلام جميل، وهسمي الرول دي رول نمبر 2. طب انا عندي هنا لما اساوي الاثنين دول ببعض، اساوي ال1 بال2، ففي الحاله دي هيديني ايه؟ هيكون ام في بار 2 ديفايدد الار ايكوال جي ام ام اوفر الار بار 2. كلام جميل جدا. طيب نعمل ايه بقى يا شباب؟ نقدر نختصر القصه دي، الماس دي تروح مع الماس دي، والار هنا يروح مع الباور 2.
في الحالة دي هنا في الشكل ده بقى الـ orbital velocity بتاعتي اللي هي الـ v بار 2 بقت equal j m over الـ r. طيب أنا عايز الـ v بس الـ orbital velocity بس، فأعمل إيه؟ فأخد هنا الـ square root للكلام ده، يبقى الـ velocity أو الـ orbital velocity equal الـ root كل ده under root الـ j m over الـ r بس. هنا في الحالة دي ده هنا اسمها الـ orbital velocity بتاعت مين؟ الـ orbital velocity بتاعت الـ satellite. طيب الماس دي بتعبر عن ايه عشان تكون فاهم؟ الماس دي مش الماس بتاع الـ satellite، الماس دي هي الماس of the planet، يعني الماس of planet. طب الـ r، الـ r ده بقى هنا، الـ r هنا الأفضل نكتبها ايه؟ الـ r كده يا شباب، الـ r اهي small اهي، الـ r اللي موجود عندي دي اللي هي الـ radius بتاع الـ planet. طيب اخد بالي هنا ان الار دي دايما هي عباره عن ايه؟ دايما هي عباره عن الار اللي هي الراديوس بلس الهايت. تعال نفهم الكلام ده معناه ايه. بص يا جميل، مش انت عندك الساتلايت ده، انت النهارده نفترض ان ده الارث والساتلايت اللي هو الاكس مثلا واقف عند المسافه دي، مش الساتلايت دايما بيكون موجود بره السيرفيس اوف ذا ايرث، يعني موجود في السبيس كده حوالين الايرث على مسافه معينه. فانت عندك الديستانس من اول السنتر لحد السيرفيس ايرث ده بسميها باسم الراديوس، والديستانس اللي موجوده من اول الساتلايت لحد السيرفيس اوف ذا ايرث ده اسمه الهايت. فالهايت ده عباره عن ايه؟ هي المسافه من اول السيرفيس اوف ذا ايرث لحد ما الساتلايت ده بيطير ايا كان هي ايه، ولازم تكون بالمتر سواء كان الراديوس او يكون الهايت. فركز في الحاجات دي بقى، انت عندك دايما الراديوس عباره عن ايه؟ عباره عن ال r اللي هو ال r خليها r كابيتال يا سيدي كده اللي هي الراديوس بلس الهايت بلس الايه؟ بلس الهايت اللي هو الايه؟ البعد بتاع الجسم ده. طيب يبقى انا عندي هنا بقول له الشكل الرول الاساسي بتاعي اللي احنا قلناه من شويه ان هو الفيلوستي كانت ايكوال روت جي ام اوفر الار. طيب هنا بقى لما اجي اعمل جراف ما بين الاثنين دول، ما بين مين ومين؟ ما بين الفي ومثلا الام، هقول هنا ان الفي دايركت مع الام. غلط. ليه دايركت؟ ليه مش دايركت مع الام؟ هي دايركت مع الروت ام عشان ما اكتبش حاجه غلط. طب انا لو عندي هنا برضو نفس الكلام، لو انا عندي الجراف اهوت موجود ما بين الفي و1 اوفر الار، ما اقولش 1 اوفر الار، لا 1 اوفر الروت ار عشان تكون اجابتك صح، يبقى بيكون هنا دايركت. يبقى اخد بالي هنا ان الفيلوسيتي مش دايركت مع الراديوس، الفيلوسيتي هنا مش انفيرس مع الراديوس، لا انفيرس مع الروت بتاع مين؟ بتاع الراديوس اللي موجود هنا. طيب ده كده يا شباب بالنسبه للجزء الرول الاساسيه بتاعتي. طب هل ده الرول الوحيده اللي موجوده بالنسبه للاوربيتال فيلوسيتي؟ لا، احنا قلنا اول رول بالنسبه لي هي مين؟ هي ال v equal الروت j m over ال r. طب ده في حاله ايه؟ في حاله لو البروبلم اللي موجوده عندي الماس اوف بلانت، الماس اوف ايه؟ ماس اوف ذا بلانت. يعني جاب لي في البروبلم ان انت عندك الماس اوف ذا بلانت فاستخدم الرول ده. طيب مش الجسم ده بيتحرك في سيركلر باس؟ اه. طب ما هو الفيلوسيتي احنا عارفينها ايكوال مين؟ ايكوال ال 2 باي r over ال periodic time. طيب اللي هو ال distance over ال time. طيب مش انا عندي يا مستر عندي هنا ال v equal ال distance over ال time لانه بيتحرك في circular base، فال distance بتاعتي هتكون عندي هنا equal ايه؟ 2 by r over ال t. طب امتى استخدم الكلام ده؟ لو هو جاب لي ال periodic time بس بتاع مين بقى؟ بتاع ال planet اللي بتاع ال satellite اللي موجود ده. طيب واحنا عارفين من قبل كده ان انا عندي ال 1 over ال periodic time بيساوي مين؟ بيساوي ال frequency هو التردد. فانا ممكن اقول ايه؟ ممكن اشيل ال 1 اوفر البريودك تايم ده واكتب الرول ده بالصوره دي اللي هو ال 2 باي ار تايم الاف، بس ده في حاله لو انا عندي فريكوينسي. لو جبت لك في البروبلم عندك فريكوينسي، كلام جميل. طيب نفترض ما جاليش فريكوينسي خالص وما جاليش الكلام ده، امال جاب لي ايه؟ جاب لي الجرافيتيشنال فيلد. ركز معايا في اللي جاي ده عشان هنجيب رول مختلف عن اللي موجودين دول. مش احنا خدنا في الدرس اللي فات اللي هو بتاع الجرافيتيشنال فيلد الجي كان ايكوال مين؟ كان ايكوال الجي ام ديفايدد الار بار 2، اقول لك صح. طيب مش انت عندي الرول اللي احنا كاتبينه فوق اللي هو اتغير ده كان الفي ايكوال ايه؟ الفي ايكوال الروت جي ام اوفر الار بس، صح؟ طب انا لو جيت على ده وقلت له ده تايم ار واللي تحت ده تايم ار، طب ده هيساوي ايه؟ قال لي ده ايكوال الروت بتاع الجي ام ار اوفر الار بار 2. طب يا مستر ما هو الجي ام ار بار 2 ده يعني ده كده الفاليو دي بتساوي ايه؟ ده كده انا هعمل عليه سايكل ده كده، دول كده بيساوي الجي اللي هو الجرافيتيشنال فيلد. فانا ممكن اقول له ان الفيلوسيتي ايكوال الروت بتاع الجي اللي هي الجرافيتيشنال فيلد تايم الراديوس، واكتب الرول ده استخدمه امتى؟ لو جاب لي الجرافيتيشنال فيلد بتاعت مين؟ بتاعت البلانت اللي موجود. يبقى انا عندي هنا عشان اجيب الملخص للرول بتاعتي دي نكتبهم كلهم ورا بعض بقى كده،
تكون فاهم بس عشان تاخدهم حتى سكرين شوت. انت عندك الفيلوسيتي قلنا ايكوال مين؟ الفيلوسيتي بتاعت الساتلايت ده الاوربيتال فيلوسيتي ايكوال ايه؟ ايكوال الجي ام اوفر الار. طيب لو انا عندي رول تاني اقول له الفي ايكوال مين؟ ايكوال ال2 باي ار اوفر التايم، او الرول التالتة ان الفي ايكوال ال2 باي ار تايم الاف، او اخر حاجه اقول له الاوربيتال فيلوسيتي ايكوال الروت بتاع مين؟ الجي ار. طيب ده هنا بالنسبه للرول بتاعتي بتاعت الجزئيه دي. طيب يا شباب لو انا عندي النهارده عايز اعمل ريليشن ما بين مين ومين، ما بين البريودك تايم والراديوس، يعني عايز اجيب ريليشن ما بين البريودك تايم والراديوس اللي موجود، عايز اعرف العلاقه بينهم عامله ازاي. هتقول لي يا مستر ما العلاقه بينهم باينه هنا اهيت ان هم دايركت. اقول لك غلط. ليه؟ اقول لك بص، مش انت عندك الفيلوسيتي، الفيلوسيتي انا بتكلم عن الفيلوسيتي بتاعت مين؟ بتاعت الساتلايت، والراديوس بتاع الساتلايت، فكون مركز. مش انت عندك الفيلوسيتي ايكوال ال2 باي ار اوفر البريودك تايم؟ اه. وعندنا برضو ان الفيلوسيتي دي ايكوال الروت بتاع مين؟ الجي ام اوفر الار. اقول لك صح. طب ما انا اساوي الاثنين دول ببعض، يعني اشيل الفي دي واعوض عنها بال2 باي ار اوفر التايم. تعال نجرب. فيكون عندي هنا 2 باي ار اوفر البريودك تايم ايكوال روت جي ام اوفر الار. طيب نعمل هنا ايه بقى؟ ناخد هنا باور 2 للطرفين، يعني نعمل ده باور 2 وده باور 2، الفاليو دي كلها. فالباور 2 هيشيل الروت ده، اما الباور 2 هنا هيعمل ايه؟ قال لي هنا الباور 2 ايكوال، هيكون عندي هنا ال 4 باي بار 2 ار بار 2 ديفايدد ال تي بار 2. طب الكلام ده بيساوي مين؟ الكلام ده ايكوال ايكوال جي ام اوفر الار. طيب ما نعمل شويه كروس ملتبليكيشن، يعني اشتغل كروس ملتبليكيشن لمين ومين، معلش هو اتغير كده بس بيس يعني اهو. طيب اعمل كروس ملتبليكيشن، الكروس ملتبليكيشن ده مين مع مين بقى؟ ده تايم ده مع ده تايم ده. طب ده بيساوي كام؟ قال لي هنا ال t بار 2 جي ام ايكوال ال 4 باي بار 2 ار بس ار بار 3. يبقى افهم من الكلام ده ان ال t بار 2 ايكوال او مش ايكوال دايركت مع الراديوس باور 3. مش فاهم يعني ايه؟ اقول لك بص معايا، يعني لو انا حصل انكريز، لو انا حصل انكريز للراديوس ده مرتين، ايه اللي يحصل بالنسبه للبريودك تايم؟ البريودك تايم ده هيكون باور 3. طب استفيد ايه ده؟ لا سوري، الراديوس هنا هيكون باور 3 والتايم هو اللي باور 2، لان العلاقه عندي هنا البريودك تايم باور 2 مع الراديوس باور 3. طيب افهم الكلام ده عشان ساعات بيجي لي اسئله في الجزئيه دي. مثلا هيقول لي مثلا لو انا جبت لك ساتلايت، فالساتلايت ده كان عنده راديوس، الراديوس ده كان ايكوال وليكن هنقول 100 كيلومتر، ده الراديوس الاول، وكان عنده البريودك تايم في الحاله دي كان بياخد وليكن هنقول مثلا 20 مينت. What happened when the radius الراديوس ده انكريز تو دبل، يعني الراديوس بدل ما ده لك الراديوس انكريز تو دبل، يعني الار بقت ار2 مثلا ار بار 2، البريودك تايم في الحاله دي هيساوي كام؟ اعمل الكلام ده ازاي يا شباب؟ اقول له بص انت عندك هنا مش الاثنين دايركت مع بعض، هتقول لي اه، يبقى تقول لي عندي هنا التي بار 2 التي 1 بار 2 اوفر التي 2 بار 2 بار 2 ايكوال الار 1 بار 3 ديفايدد الار 2 بار 3. ده في نفس الايه؟ نفس الساتلايت، وبعد كده تشتغل كروس ملتبليكيشن وتجيب اللي ناقصك. ده في حاله لو انا محتاج الريليشن ما بين البريودك تايم والراديوس. ده كده بالنسبه للجزئيه دي. طيب تعالى نفترض حاجه ثانيه، لو انا جالي سؤال مثلا قال لي the mass of satellite increase for 3 time مثلا، يعني الساتلايت ده الماس بتاعته زادت 3 مرات. ايه اللي يحصل للاوربيتال فيلوسيتي؟ ايه اللي يحصل للاوربيتال فيلوسيتي اللي موجوده عندي دي؟ هقول الاوربيتال فيلوسيتي في الحاله دي هنا هتكون مالها؟ كونستانت. ازاي يا مستر مش الرول بتقول لي انت لسه كاتب الرول دلوقتي ان هنا ال4 ال v ايكوال الروت بتاع الجي ام اوفر الار؟ اقول لك ايوه كتبنا ده. طب ما انا زودت الماس دي ل 3 تايم، ازاي الفيلوسيتي دي بقت ثابته؟ اقول لك ان الماس دي احنا اتفقنا الماس بتاع البلانيت اللي بيلف حواليه الساتلايت، ملهاش علاقه بالماس بتاعت مين؟ بالماس بتاع الساتلايت. يبقى افهم من الكلام ده ان هنا اقول له ان الاوربيتال فيلوسيتي doesn't depend on the mass of the satellite. امال بتعتمد على ايه؟ على الماس اوف ذا بلانيت. يعني الماس اوف ذا بلانيت لما بتتغير بيتغير معاها الساتلايت، غير كده ما ينفعش تغير عندي الجزئيه اللي موجوده دي. فتكون مركز وانت بتحل عشان ما تستغرب ما تغلطش يعني. طب في الشكل ده لو جالي مثلا جراف في الجزئيه دي قال لي هنا دي الفيلوسيتي ودي الماس بتاعت الايه؟ دي الماس اوف الساتلايت.
شكلها يكون عامل ازاي؟ ستريت لاين كده، ما ايه ده؟ ده يكون بارل يعني كده بالطريقه دي. ليه؟ لان هي الفيلوسيتي بتكون ثابته ما بتتغيرش. طيب ده كده بالنسبه للجزئيه بتاعت الاوربيتال فيلوسيتي وازاي نقدر نعمل عمليه ميجرمنت للاوربيتال فيلوسيتي والريديوس والبريدكتايل. طيب انت عندك برضو ان الجزء اللي موجود ده ان الاوربيتال فيلوسيتي دي ما ينفعش اقول ان الاوربيتال فيلوسيتي مثلا دايركت مع الراديوس، الكلام ده غلط. الاوربيتال فيلوسيتي مش دايركت مع الراديوس. ليه؟ لان انا عندي في الرول الاساسيه بتاعتي ان انا عندي الفيلوسيتي اللي موجوده دي الراديوس بيعتمد على مين؟ بيعتمد على حاجه ثانيه متغيره معاه، والراديوس بيعتمد على البريدكت تايم، فده بالنسبه لي غلط. امال انا عندي هنا الفيلوسيتي دايركت مع الروت ار، بناء على ايه؟ بناء على القانون بتاعي اللي بيقول لي الفي ايكوال الجي تايم الار، لان الجي دي كونستنت، فكده يقدر يعمل عمليه بروبورشنال او عمليه تناسب معاها. ده هنا بالنسبه شباب للجزئيه اللي موجوده بتاعه الساتلايت. طب انا بستخدم قبل ما اقول الجزئيه دي، قبل ما انهيها يعني، في حاجه مهمه هنا. لو انا عندي النهارده كام حاله كده عايزين نعرفهم، ايه هم؟ لو انت عند حضرتك دلوقتي هنا في ساتلايت بيعمل عمليه روتيشن، الساتلايت ده اللي هو الاكس بيعمل عمليه روتيشن اراوند ذا، قال لي كده ساتلايت روتيت اراوند ذا البلانيت او اراوند ذا ايرث. وبعدين قال لي هنا ذا ساتلايت ستوب سادنلي، وقف لوحده كده وقف. في الحاله دي هنا ايه اللي يحصل للساتلايت ده؟ اقول له يحصل له ايه؟ هقول لك هو ايه اللي كان بيخلي الساتلايت ده يلف؟ يعني هو الساتلايت ده كان بيأثر عليه بايه؟ هتقول لي كان بيتأثر عليه فورس اللي هي الجرافيتيشنال او الجرافيتيشنال فورس بتاعت مين؟ بتاعت الايرث او بتاعت البلانيت، ايا يعني كان هو ايه؟ يعني الساتلايت ده هو بيلف حوالين البلانيت ده، في فورس بتأثر عليه بتاعت البلانيت ده اللي هي الجرافيتيشنال بتاعته او الجرافيتي بتاعته. طيب في حاله ان الساتلايت وقف ايه اللي يحصل؟ هتقول لي ان الساتلايت ده هيتحرك في اتجاه مين؟ هتقول لي يا مستر ان هو هيتحرك في اتجاه البلانيت اللي موجود، يعني معنى كده ايه؟ ات ويل فول فري، يعني الساتلايت ده هينزل كده يسقط سقوط حر كده في اتجاه مين؟ في اتجاه البلانيت. ليه؟ لان هنا الجرافيتي دي هتشده في اتجاه مين؟ هتشده في الاتجاه ده، هتشده في الاتجاه ده، فيقع كده في ستريت لاين على البلانيت اللي موجود. ده في حاله ان هو ستوب سادنلي. طب نفترض عندي هنا ان الجرافيتيشنال فورس، الجرافيتي او الفورس اللي بتاع الفورس اللي بتربط ما بين الساتلايت وما بين الايرث وما بين البلانيت ده فانيش. يعني ايه كلمه فانيش؟ يعني مش موجوده، خلاص بقت بزيرو. مش الفورس دي هي اللي كانت بتخلي الساتلايت يتحرك في سيركلر باث. طب احنا كنا واخدين في الدرس اللي هو بتاع السيركلر موشن، الجسم لما بيكون الفورس اللي بتاثر عليه الفورس دي خلاص ما بقتش موجوده، الجسم يتحرك ازاي؟ مش قلنا بيتحرك تنجنت ان ستريت لاين، بيتحرك في ستريت لاين تنجنت تو ذا سيركلر باث. ايوه بيتحرك تنجنت. يبقى في الحاله دي هنا لو انا عندي الساتلايت او الفيلوسيتي اللي بتاثر الفورس اللي بتاثر عليه دي فانيشت، اقول له الساتلايت موف ان ستريت لاين تنجنت تو ذا السيركلر باث. طيب لو انت يا شباب عندك ان الساتلايت ده مثلا بيعمل عمليه روتيشن اراوند ذا ايرث مثلا، فانا قلت لك ان الفيلوسيتي بتاعته ايكوال الفيلوسيتي بتاعت الساتلايت ده بتساوي الفيلوسيتي بتاع البلانيت، خليها الايرث عشان يبقى يكون اوضح شويه. لو الفلوس بتاع الساتلايت بتساوي الفلوس بتاعت الايرث، معنى كده ايه؟ معنى كده ان البريودك تايم بتاع الساتلايت هو نفس البريودك تايم بتاع الايرث. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو بياخد نفس اللفه اللي بيلفها الايرث بنفس الوقت. طب هو البريودك تايم بتاع الايرث بيساوي كام؟ بيساوي 24 اور. يبقى معنى كده البريودك تايم بتاع الساتلايت برضو بيساوي كام؟ 24 اور. اكون مركز في الحاجات الموجوده عندي دي. طيب تعالى هنا نشوف الجزئيه اللي موجوده الاستخدامات الاخيره بتاعت مين؟ بتاعت الساتلايت. انا بستخدم الساتلايت ده في ايه وايه الانواع الموجوده عندي فيه؟ قال لي هنا الساتلايت ده بنستخدمه في حاجه مثلا زي الساتلايت يوزنج ان ذا التي في ترانزميشن او السيلفون او الانترنت، او انا عندي ساتلايت ثانيه ليها علاقه بالاسترونوميكال، ساتلايت اللي هي الاقمار الصناعيه اللي بتكون موجوده بتصور الفضاء او بتصور السبيس، او في الساتلايت ليه علاقه بالجزء اللي هو مثلا حاجه زي الجوجل مابس اللي انت موجود عندك على التليفون بتاعك ده تحديد المواقع، او حاجه ثالثه مثلا زي الراديو ترانزميشن والانترنت. طيب او حاجه ثالثه زي السباي بيستخدموه في عمليه التجسس على الدول الثانيه، او بنستخدمه في عمليه الريموتنج ذا ويزر اعرف بيه الويزر اللي موجود قد ايه، وبنستخدمه مثلا في الستادي ذا الديفرنت اوبجكت ان ذا سبيس. كل دي حاجات انا بالنسبه لنا، كل دي حاجات بالنسبه لنا احنا بنستخدم فيها الساتلايت وبتكون مفيده ليه. طيب ده كده يا شباب، اتمنى يكون الجزء ده بتاع الساتلايت يكون بسيط كده عليكم ان شاء الله. هنحاول ان ايه يعني بالنسبه للحل، عشان في ناس عارف الجزئيه دي الشابتر ده ما حليناش عليه خالص. ان شاء الله هنزل فيديو مجمع لحل الاسئله اللي موجوده بتاعه الكتاب المعاصر والافكار اللي موجوده فيه. اهم حاجه بس تذاكر الشابتر ده اللي موجود، وان شاء الله بالتوفيق ليكم ان شاء الله. شكرا.